البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دائما بغيكم على خير وبخير. ومعنا الاستاذه لالا خديجه ديالي، وكنا الصراحه ما غاديش نصوروا ياك يا خديجه. ولكن المهم جبت الفرصه، ودابا هذه جبت الفرصه. ماشي جبت الفرصه، قالت لي بدينا الشغل. حنا دابا البنات بدينا الشغل، ودابا هنايا عجنت العجينه ديالي وطيبتها، ما شاركتهاش معكم الخبز العاديه. وقلت علاش انا غادي نمشي للحمام، علاش ما نعجنش الملاوي ونخليهم في الثلاجه؟ انا عندي غير الثلاجه، ما عنديش سميتو، ما عنديش كونجيلاتور، عاد باش ان شاء الله يكتب الله نشريه. انا باغي نشريها البنات الصراحه الله، ولكن ان شاء الله نشوفوا ندخل الكونجيلاتور. و المهم هانتوما البنات، انا غادي نعاود معكم. ها هي الاولى، بعدا هانتوما سالين، وغادي نحطها انا ونزيد ماشي وحيده. المهم البنات، قلت علاش ما نشاركش معكم هاد الملاوي ونشارك معكم. غادي نجمع ان شاء الله، غادي نتابعوا الرحله ديالنا ياك. وعندنا بزاف ما يندرهم. ودابا البنات هانتوما ساهلين، زعما البنات هكا مزيان اللي انا براسي ما كنتش كنعرف نصاوبهم، ولكن تبارك الله دابا وليت سبيسيالة فيهم. ونمشي للحمام، قلت انا علاش عم ماشا ماشا عرا نصاوب مع نمشي. وعبد الكريم سردتو مشى، هو ومحمد صافي. يلا تنطيبهم ان شاء الله ونشاركهم معاكم. هيا هادي فيها خمسة، وهادي ما عرفتش شحال فيها بالضبط. هادي تا هي حيلا خمسة، خمسة، وهادو خمسة، هما 15، وباقيين الفوق كتصاوبو مع سين ملاوي. المهم هانتوما كتشوفو حنا شاركنا معاكم الملاويات ديالنا، واخا ما شاركناش معاكم كيفاش كيتعجنو، ولكن ماشي مشكل. المهم شاركنا معاكم هادشي هذا. شوفو البنات، المهم كتجيب الملاوي غزالين واعرين البنات، خصكم تجربوهم، خصكم تبعو الطريقة هادو ونتوما تعلموها. تا هي مكانتش كتزف في الأول، مكانتش كدير داك الملاوي ليك، دابا تقحلتهم. المهم تقحلتهم ياك البنات، او هانتوما شوفو كيفاش كيجيو. المهم كيعطيو العجينه ديالهم كتعطي، يعني كتخرج كميه كبيره، فهمتوا؟ يعني دائما هي كتعجننا بحال هكا كل سيمانه كتخرج داك كميه كبيره، كنفطروا بهم في الصباح. ومهم هانتوما معنا. المهم دابا البنات طلعت للسطاح على كيريتا، لقيت هاد الحوايج كاملين طايحين، هاد الحوايج كاملين طايحين، وحيت حنا اصلا يعني كنا صبنا على الحوايج، كان باقي لنا هاد جوج طلميطات وهاد الحوايج هادو اللي صراحه خلاني ماشي دوزناهم معاهم ولي زار. وصبنت انا البارح الزربيه. المهم هادو غير الكماله، فهمتوا؟ يعني غير الكماله ديال الحوايج، مع واحد الريح واحد الجو ديال الشتا راه فعلا، راه واحد البرد البنات هنايا في تطوان بزاف، اكثر من بزاف زعما، ماشي واخا يعني في الصباح كتكون الشمس و اون بليس كيكون البرد، يعني الشمس والبرد والبرد. المهم انتما شوفوا الحوايج كيفاش طاحوا لي، دابا خصنا باش نهبط نعاودهم ومعرفتش. المهم هادي هنايا داك جوج طلميطات، صبنا طلانط ديالنا القدام، لانه زعما بغيت نشرح لكم البنات حيتاش حنا، المهم ما غاديش تفهموا واخا نبغي نشرح لكم. المهم هادو التلام ديالنا القدام صبناهم باش ما يبقاوش فيهم داك الريحه ديال الوساخ ولا شي حاجه، والتلام الجداد حنا حاطينهم زعما عادي وصافي. نوريكم الزربيه عاوتاني لالا، عاوتاني هاد الليزار شوشو كيطير الريح، راه قلت لكم واحد الريح راه واعره، ولكن المنظر هنا واعر شويه البنات، والله واعر المنظر. المهم هاد الزربيه هادي عاوتاني، هاد الزربيه هادي دايما يا البنات كنشاركها معكم، مصبنا شتي شحال كتصبني اختي من المرا مسكينه، هادي راه صبنتها خليها على الخير، انا صبنتك. المهم انا صبنت هاد الزربيه هادي، وما كانوا خصهم يعقلوها على الخير. وشوفوا البنات واحد المنظر، حاجه اللي كنطلع للسطح، اللي كنطلع ماشي كنطلع نجيب حوايج، لا كنطلع نجيب حوايج، لا كنطلع نسبن، لا كنطلع منظر. شوفوا البنات واحد المنظر راه واعر، واكثر داك والله بعد المرات ما كنكرهش راه كون زالت تماك مع هاد الجو هذا، راه فعلا راه شي حاجه واعره. المهم اصلا السما فيها واحد الجو اللي واعر بزاف، شو اللون من هنا كيتبدل من اللون هنا اللي الغروب واعر. المهم ودابا عاوتاني ما عندكم ما تشوفوا هنايا، هنا كاين غير الديور، هنا ما عندكم ما تشوفوا غير الديور وداكشي، باش تعرفوا بان المناطق الخضراء راه كتلعب دور، كتحد من التلوث وبزاف. شو البنات راه ولينا في واحد التلوث راه بزاف، راه امبوسي امبوسي.
ما شو غير المنظر اللي كتعطيه، يعني اللايت اللي خضر هنايا، يعني كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين، ماشي بحال مثلا الا بدينا كنبنيو بزاف وكنحطو على الشجر والتشجير وداك الصيد الجائر وداك الشيء، راه خصنا نحدو من هاد الشيء. هذا راه فعلا المناخ بدا كيتبدل بزاف، د الحوايج بداو كيطراو، يعني هما صراحه خايبين شي حاجه. ومهم حنا يلاه كنحراو الدرس ديال لا بوليسيون دو لير، هادشي راه الجايه كنشرح لكم. شتي انا كنبغيش نستافد غير بوحدي. شوفوا البنات انا جاو تصور دابا طاح لي التليفون غادي، لا البنات جاو ودوني معاكم وصافي. المهم شوفوا على جاو صراحه واعر فين انا البنات، راه والله لا والله الا ولينا في واحد يعني قليل فين كتبقى مثلا الجو صافي وما كاينش الدخان واكثر مع الطروبيلات هادو، راه من اكثر الملوثات الصناعيه هو هاد الطروبيلات وهاد الشيء. الملوثات الطبيعيه مثلا بحال البراكين وداك الشيء راه كيوقع مثلا مره مثلا خلو يعني اقل مده هضر يوقع فيها مثلا بركان ولا زلزال ولا اي حاجه بحال هكا. الزلازل ما كيلوثوش بزاف يعني، مثلا بركان راه خلي المده هي 5 سنين زعما، راه ولا عامين مثلا اذا كان واحد البلاد اللي فيها البراكين نشيطه راه غيوقع مثلا عامين ولا عام. المهم ما غاديش يكون ما غايكونش بزاف يعني، واحد المده مثلا المهم يكون بيناتهم اشهر، ماشي بحالنا حنا يعني تلوث عندنا الصناعي بزاف، راه بزاف فعلا. راه ملي كتقطع انت هاد الشجر هذا وكتجي وكتبني بحال كاين شي ناس الله يهديهم في داك الجهه هذوك، ديك الاراضي هذيك غابه يعني غابه ديال الدوله، كيمشيو كيقطعوا الشجر كيبنيو الديور ديالهم وزعما عادي ما درنا والو، غا بنينا الدور وما كيعرفيش الخطوره ديال داك الشجر. اولا الشجر راه مهمين، راه الا كنتو مثلا راكم كلشي عارفه طبعا ما كاينش اللي ما عارفاش بان الشجر في النهار كياخذوا كياخذوا الاكسجين، كياخذوا ثاني اكسيد الكربون وكيعطينا الاكسجين، يعني هما مهمين. وفي الليل واخا كياخذوا ثاني اكسيد الكربون كياخذوا الاكسجين وكيعطونا ثاني اكسيد الكربون، ما كياخذوش واحد الكميه اللي هي كبيره بعكس النهار، النهار كيعطونا واحد الكميه اللي هي كبيره. يا عادي فهاد الشيء الناس اللي كيكونوا ساكنين مثلا في داك المناطق حرام كيكون عندهم التنفس زعما سنك سنك، واخا تشوفوا هاد الشجره هذا وتقولوا لا هذوك اللي كاينين عايشين تما فعلا، مثلا بحال داك داك الجبل هذاك، هذاك الا مشيتي ليه غتلقى فيه واحد الهواء في شكل، لان اولا الطروبيلات ما كيوصلوش ليه يعني، وثانيا فيه الشجر بزاف يعني فيه الشجر بزاف والمناطق طبيعيه وداك الشيء مناطق المهم وداك النواحي حيت هذوك الجهات اللي بعادين على على تيتون مثلا، حنا في تيتون ما عندناش تلوث بحال بحال زعما كنا راني دايره بوحد زعما راني داك الشيء موثق، ما عندناش تلوث بحال الدول الواحده اخرى يعني تقولوا الدول بحال المدن وحده اخرى. المهم انا تالفه تالفه بزاف ما عرفتش معني، المهم كنبغي نخرج شي حاجه كتخرج لي العكس ديالها، شكون اللي كيعاني مش حاجه بحالي الله اعلم واش الناس كيتعلموا يهضروا، وانا وليت كن الناس كيكبروا ما كيتعلموا يهضروا، انا ماشي وكننسى كيفاش نهضر. ايوا المهم راه عرفتوا واش حيت حنا في تيتون ما عندناش المصانع بزاف، يعني المصانع ما عندناش بزاف مثلا ديال الاخر، ما عندناش اصلا حنا وقحنا المصانع مثلا داك المصانع ديال المصانع اللي كيعطيونا الدخان وداك الشيء ما عندناش، بالعكس ديال طنجة، طنجة لا طنجة راه فيها واحد يعني راه مشيتي راه تشدك الضيقة، واخا زعما حدا الهواء ديال البحر وداك الشيء راه تشدك الضيقة، عرفتوا علاش البنات راه فيها واحد فيها المصانع بزاف والطروبيلات وعاد فيها الضغط ديال السكان، يعني السكن فيها بزاف يعني الناس فيها بزاف، فيها واحد الناس المدينة فيها بزاف، يعني منين انت كتشد واحد كتطحن تيلا تولي بس الكربون وعاد داك الكارو اللي كيكمي وداك الشيء بالزنقة وداك الاخر، فعلا خصنا واحد القانون يكون عام يعني للناس اللي كيكمي وما يكميوش في المناطق العامة، حيت فعلا لينا كنلاحظوا هاد الدايرة بزاف كتكون انت اصلا يعني كتخنق حم داك الريحه ديال الكارو، مثلا في حالي انا ملي كنكون شي واحد كيشم كيكمي الكارو انا غندوز حداه كتسدني فيه حيت كنتخنق من ريحه الكارو، ما كنحضرش نشتنشقو فهمتوا يعني. وعاد الناس اللي مريضين بالضيق خلاص بزاف راه خصهم يعطيوهم اماكن اللي هي خاصه بهذو اللي كيكميو، يعني باش حنا حتى الا مشينا ليهم ما يلموهمش، يعني حنا مشينا لعندهم ماشي بحال ما كتبقى واحد جالس كيجي لك سلبه في دارك وجالس يكمي ويطلع لك، وانت حنا راه كنضروا اكثر منكم يا عباد الله، الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو كيكميو في المناطق العامه وهذو اللي كيكميو في ديورهم بالخصوص، اه نتوما كتكونوا في ديوركم وحداك ولدك صغير ولا بنتك صغيره ولا مراتك هي الاخرى راه راهي كيضروا اكثر منك، راه الرئه ديالهم كيفاش غتولي من بعد غير لا يجلس معاك مثلا بحال مراتك سمعت مده طويله تلقى الرئه ديالها اكثر من ديالك واخا ما كتكميش بحال اللي راه كتكمي،
يعني راه حيت حنا كنضلو 48% وحنا 60%، يعني شتو الفرق كبير. يعني زيدين عليكم باش 20% اللي ضعفكم، خذوا الحذر ديالكم، ما تبقاوش تكميونا في المناطق العامه، ونحاولوا نحدوا مع التلوث هذا، بان ما بقاوش نبنيو الدور بزاف، ونخليو المناطق الخضراء، ونحاولوا مثلا كل واحد، مثلا كل واحد غيمشي في طروبيته الخاصه، نمشيو كاملين في واحد مثلا بحال كازا. كازا فيها واحد، في هذاك تراموي ما عرفتش شنو كيعطوا، المهم كيمشي بالضو هذاك مزيان، هذاك مزيان، هذاك صديق للبيئه. يعني واخا تمشي فيه ما غاديش يدير لك، ما غاديش يدير لنا التلوث. مثلا انت شوف بحال هكا، ونوليو نمشيو في بيكالات مثلا في الطروبيل، اولا نديرو نهار كل عام، هي نهار واحد كحمله توعويه الناس، نديرو نهار واحد ما حتى واحد ما يخدم بالطروبيل، كلشي نخدمو برجلينا، ما غاديش نخدم لك سير في بيكالا سير برجلك كاع شنو كاين دابا شنو كاين. ونحاولوا مثلا الا كان كل واحد غيمشي في طروبيلته الخاصه، لا ونمشيو كاملين في مواصله وحده باش نحلوا التلوث. الا كنا كل واحد غيمشي في طروبيلته وغيستهلك وغي البنزين ديالو داكشي والملوثات وداكشي، لان اصلا الطروبيله راه كتحبك هكا تزيد ولا شنو، الطروبيلات ديال الضو خصنا نكثروا منهم، يعني هما كيمشيو بالضو يعني بطاقات. اما ديال البنزين وداك المازوت والبنزين والمازوت بصفه عامه، المهم بالمازوت والاخر، حيت اصلا كتكون واحد العمليه عباره على ان بحال واحد الماده كتحرق، يعني هي عباره على حريق، يعني واحد الماده كتحرق باش كتنتج لنا داك السير ديال داك الطروبيل. المهم البنات ما نطولش عليكم ونخليكم.